لا شك بأنها ستكون مباراة مفيدة جدا لمنتخبنا الوطني في طريقه للاستعداد لكأس آسيا، كون فريق جزر المالديف يتمتع بقوة وبشعبية كبيرة في جزر المالديف ومعروف بقوته هناك. كنا نتمنى أن نشاهد محترفين في الأندية الأوروبية، خاصة أن الاتحاد الرياضي لدينا لم يقصر أبدا وأرسل لكل لاعب إيميل أي بريد إلكتروني، لكن لا نعرف ما السبب، هل هو أن اللاعبين لم يفتحوا إيميلاتهم أم أن الإيميلات لم تصل أصلا؟ بصراحة أنا برأيي المتواضع كان إرسال رسالة SMS أفضل بكثير. أعزائي الحضور، أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، وجميع الأعزاء المشاهدين والمشاهدات والحضور والحاضرات منهن والغائبات، أيها الأخوة المؤمنون، تحية طيبة وصادقة وعطرة ألقيها عليكم حيث انتقل بكم التلفزيون العربي السوري الحبيب إلى رحاب ملعب العباسيين بدمشق لينقل لكم على الهواء مباشرة مباراة بكرة القدم بين فريقي الوحدة والمجد. نعم نعم، إنه ديربي العاصمة، ديربي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تماماً تماماً مثل ديربي مدينة إسبانيا، عفواً أقصد ديربي إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد، والتي سينقلها لكم غداً المساء زميل العزيز نعسان النايم على القناة الأرضية الثانية. يا سلام أعزائي المشاهدين، يا سلام، يبدو أن فريق الوحدة قد سجل هدفاً أثناء سلامي عليكم. أتمنى أن يكون الهدف جميلاً وملعوباً كما أتمنى أنكم شفتوه في الإعادة البطيئة، حيث أنني وللأسف لم ولن أشاهده لأن المونيتور معطل أمامي. ترى من سجل الهدف؟ سنحاول معرفة ذلك بعد ذهاب الحويصة من أمامي على أمل أن يتصلح المونيتور. ويتابع الفريقان اللعب، الكرة الآن مع المهاجم، ويتقدم ويتقدم، يسدد يسدد، يا سلام زميل عدنان، أرضية زاحفة علت العارضة بقليل، يا سلام، ما أجمل هذه الكرة، موسيقى.